السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور فايز فيلمبان استشاري جراحة العظام. اليوم حنقدم لكم موضوع جدا 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 شيق. موضوع حلقة اليوم هو موضوع ألم الأبهر. ألم الأبهر الحقيقة التسمية دي أنا ما أعرف فين جات. الأبهر معروف اللي هو الأوعية الدموية اللي جنب القلب، واللي كمان لاحظته انه حتى في قراءة في اثناء التدريب حقي وقراءة الكتب حقتي وفي المراجع حقتي من قبل ما نقدم لكم الحلقة دي، ما وجدت موضوع مخصص او اسم مخصص للمرض هذا اللي حتكلم عنه اليوم. وفي اثناء ممارستي اللي من يوم انا اصبحت فيها استشاري من تقريبا حوالي اشكم 20 سنة، انا ما قد اطلعت او سمعت في الثقافة الغربية او في مؤتمراتنا على المرض بهذا الشكل. لكن هو موجود، لكن هو موجود في جميع عضلات الانسان. يعني الابهر ده الالم اللي يجي في الكتف اللي هو الابهر محتمل يجي برضه في الفخذ. اذا الابهر هو الالم اللي بيجي في منطقة الاكتاف من الخلف، وهذا الاسم ده منتشر جدا في المملكة العربية السعودية، في بعض الناس ما قالوا. فمن خلال ملاحظاتي في العيادة اتضح لي انه الابهر يطلق على الالم اللي في المكان ده، وبرضه يطلق على الالم اللي في المكان ده، وبرضه الالم اللي يجي في المكان ده. اذا الابهر هو مجموعة الالام اللي بتجي في منطقة اللي اعلى الظهر بس، يا جهة الكتف اليمين او الكتف اليسار. في مفهوم عند كثير من الناس ان اللي يجيله الابهر يطحوه على وجهه، ويجي واحد يدعس بكعب رجوله على منطقه الم وطق طقه كده يخف الالم. طيب من خلال ملاحظاتي في العياده، هل الالم بالفعل يزول بالحركه دي؟ ما انا عارف، ما انا متاكد، لكن ما اظن، لانه كثير من المرضى بيجوني بنفس الاعراض. لكن الموجود بالفعل انه المريض يقول لك انا اول ما طقوني الالم حسيت بارتياح. طيب تحليل، يعني من فين جاء الارتياح ده؟ لا تنسوا انه الكلام، أنا كلامي هذه عبارة عن ملاحظات فقط موجودة في العيادة وليست أبحاث. في فرق شاسع ما بين الأبحاث وما بين الملاحظات. لكن الملاحظات، لكن الملاحظات هي الجزء الأول من بداية الأبحاث العلمية. علميا الأبهر أو الآلام المشابهة هي عبارة عن آلام تقلصات في العضلات. والسؤال الأهم، هل للأبهر أسباب عشان نعرف كيف نتفادى؟ نعم له أسباب. وإذا جان الأبهر هل في طريقة نخفف من آثاره إلى ما يزول؟ نعم في طريقة. لو نشوف مجموعة العضلات اللي تتقلص في المنطقة دي اللي هي هذه العضلات اللي هنا. طيب إيش بجانب العضلات هذه؟ بجانب العضلات هذه توجد الفقرات يا حبايبي اللي هنا في النص، هذه المنطقة اللي تشوفوها دي في النص هي اللي بتطقطق لما، لأنه ما يطق غير المفصل، فمعناته انه يا ان الفقرات طقت او انه التصاق الاضلاع بالفقرات هي اللي بتطق. اذا وبكل بساطة الابهر هو عبارة عن انقباض العضلات اللي في هذه المنطقة وتسبب للناس الام. انا وظيفتي معاكم اني اعطيكم معلومات وثقفكم عشان تتفادوا كثير من الاخطاء اللي بنسويها في خلال اليوم. لو لاحظت انتوا الابهر ده بيجي لمعظم الناس اللي يكونوا في المرحله العمريه اللي يكونوا بيشتغلوا وبيدرسوا، الشباب يعني او المنتجين. انا لاحظت في عادتي ان معظم اللي بيجيهم الالام دي من الناس اللي بيشيلوا شنط على الطرف ده، او عندهم اعمال نفس الحركه حقت شيله الشنطه. لما تشيل شنطتك انت فمعناته انه العضله دي بتتحرك على فوق عشان كتفك يطلع على فوق. طيب ايش بشان هذه المنطقه الصفراء من العضله اللي موجوده هنا؟ ايش وظيفتها؟ نفس الاسلوب، انت بتطلع الكتف على فوق او انت بتطلع الكتف على فوق. وفي المنطقه الثانيه برضه المؤلمه بتكون في نفس الكتف من تحت، شوف كيف العضله دي كيف ايش وظيفتها، هي بترجع الكتف على ورا. فعلشان كده لما يجي واحد يدعس في المنطقه السوداء اللي هنا بيسمع طقه علشان هم جنب الظهر. فلو جردنا المنطقة دي من العضلات بتجيكم الطوالي منطقة ليش الظهر اللي بيحصل فيها الطق زي ما شرحت لكم في الأول.
شوفوا اي الم في العضلات معناته ان العضله تقلصت، يا اننا بجلسه خاطئه، بحركه خاطئه، بعاده خاطئه، وهذه كلها هي الاسباب. فرضا المخده ما هي كويسه، طريقه اسلوب النوم حقتك او حقتك ما هي صحيه، السرير نفسه فرشة السرير ما هي مناسبة، اسلوبك في قيادة السيارة، جلوسك في المكتب وانت بيت لما تشيل الشنطة دائما، او انت يا ولد تشيل الشنطة دائما كتفك مرفوع. اذا هذه كلها اسباب لحضرة ايش؟ الابهر ده. طيب اول منطقة لالام الابهر المنطقة العلوية للكتف، المنطقة اللي هنا. شايفين كيف؟ العضلة دي اول ما تنقبض لما ترفع الشنطة، تخيلوا منظر معايا، لما ترفع شنطة ثقيلة على الطرف ده. الحركة الثانية لوظيفة العضلة هذه لما تنقبض، لما نحط راسنا بالشكل، معناته احنا لما ننام باسلوب خاطئ، او لما تكون جلستنا في المكتب او في الفصل او في السيارة باسلوب خاطئ، فبنسبب تقلص العضلة هذه. شوفوا لما تنقبض العضلة في المنطقة هذه بسبب رجوع الكتف، هذا واحد من الاسباب برضو. اذا في شيء إذا نحن في شيء بنعمله غلط، يا في أثناء السواقة بنعمل حاجة غلط، أو في المكتب أو في أثناء الفصل بنعمل حاجة غلط بكتافنا. إذا عرفنا سبب تقلص العضلات معناته نقدر نقاوم المرض بفك التقلص. عشان نخفف الضغط على العضلة هذه في تمرين أبغاكم تسووه، إذا جاكم ألم واحد يضغط هنا وبيده الثانية بيجيب الرقبة كده بيمددها. وعشان نخفف الالم في المنطقه دي من الابهر نعمل ايش؟ حركه بسيطه واي واحد يقدر يعملها. تمسك الطرف ده من الرسغ باليد الثانيه، تحطه في الكتف هنا وتخلوه يسترخي، وانتوا تسحبوه على كده. فنحن هنا الحركه اللي عملتها بتمدد العضلات اللي موجوده في المنطقه المؤلمه. طيب هل لازم واحد يعمل لكم الحركات هذه؟ لا، انت بدك تعملها بنفسك. لو تكون جالس على الكرسي بالشكل ده، فتمسك باليد هذه على طرف الكرسي من تحت، وتجي بيدك الثانيه وتسترخي وتدف هذا، بتمدد العضله دي فيخف الالم. العضله الكبيره اللي هنا بنرفع الذراع هنا، ونجيب اليد الاخرى ونحطها هنا وندفها بحيث ان المنطقه دي تريح. وطبعا الكتف هذا لازم يجي على قدام. طبعا الشرح اللي شرحته هذا معقد شويه، لكن ابغاكم تراجعوا السنابات عشان تعملوها بانفسكم او تعملوها لاخوانكم او اخواتكم. طبعا لا تنسوا لازم بالرفق، بالرفق، مو تجي بالعفاشه او تجي انت اختي بالعفاشه تسحبي في خلق الله حبه حبه شو. طبعا هذه بالاضافه الى بعض الادويه المسكنات للالام والمخفف للالتهابات والراخي العضلات، بتروح لدكتورك بيكتب لك اياه. في بعض الاحيان المريض ما بيستجيب ليمكن شده التقلص اللي عنده او انه مزمن، لازم يروح للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي عندهم بيسوي لكم فك العضلات بالشكل ده، وبيعطوكم الاشياء الصوتيه والموجات الصوتيه وغيرها، وخلافه فيها اشياء كثير برضو. طبعا الكمادات الدافئه تنفع في اذا في المكتب او في اثناء سواقتك للسياره. يا جماعه الخير، الوقايه خير من العلاج، دائما نقول الوقايه خير، فالوقايه خير من العلاج. وانت في المكتب بتعمل التمرين ده حق التمديد، لا تقعد فتره طويله على الكرسي، اتحرك. انا هنا احب اختم واحب اودعكم، وشو ان شاء الله نشوفكم بصحه افضل وصحه جيده، وكل حلقاتي هذه حتحصلوها ان شاء الله في قناتي فايز في الإبان في اليوتيوب.